مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شو اخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا في هذا الشهر نتكلم عن العلاقات، ونيتنا لهذا الشهر هي تشافي العلاقات، وعندنا خلفية الجوال اللي راح تذكرنا بهذه النية. اللي ما حط خلفية الجوال بليز، ما زلنا في الثلث الأول من الشهر، الحقوا معانا، حطوا، جربوا شوفوا، يمكن يصير شيء، تجربة بلاش. حط خلفية الجوال وحط النية معانا، ننوي تشافي علاقاتنا، إن الجروح تتشافى، الضعف يتشافى، الضيق الأفق يتشافى. واليوم نبغى نتكلم عن جذب العلاقات، وأذكركم عندنا 5 كورسات في العلاقات موجودة على الموقع sweetheastcrime.net. عندنا غداء منتصف الليل، عندنا العلاقات الخطرة، عندنا تشافي العلاقات، عندنا طبقات الحياة، عندنا الحياة السرية للبشر. وكل واحد منهم يناقش موضوع أو يناقش مجال، كل واحد عنده مستوى عمق، كل واحد عنده مستوى وسع، شوف اللي يناسبك. اليوم نبغى شوية نغوص في موضوع جذب العلاقات، باعتبار أنه هذا الموضوع يشغل كثير من الناس. يعني كثير تجيني أسئلة، صديقاتي تركوني، أبغى صديقة، أبغى أصدقاء جدد، زملاء في العمل ما يساعدوني وأبغى أجذبهم أكثر، أنا في مرحلة زواج أبغى أجذب شريك الحياة. مثل هذه الأسئلة كثير موجودة ويعني حاضرة في أذهان الناس، أنهم يبغون علاقات، يبغون علاقات. خلنا نبدأ، وأبغى أقول لك سر من أسرار البشر، سر من أسرار البشر. البشر في غالبيتهم يبغون علاقات ما يدرون ليش. في غالبيتهم لو تشوفهم كذا مع بعض، في غالبيتهم يريدون علاقات ما يعرفون ليش، بمعنى انه هذه العلاقة ما وراها نية، ولا وراها لماذا، ولا وراها فلسفة، بس ابغى علاقة، ابغى اصدقاء، ابغى شريك حياة، ابغى كذا، ابغى علاقة، بس هذا مستواها السطحي. ما في وراها عمق، ما في وراها ليش، لماذا، ايش النية، ايش ابغى من هذه العلاقة. فغالبية البشر هم على هذه الطريقة. المستوى اللي بعد هذولا فيما يتعلق بجذب العلاقات، اللي هم يقولك انا ما ابغى ادخل احد في حياتي، خلاص التوبة التوبة، كل الناس خونة نصابين، يؤلمون، يجرحون، ما أبغى أحد يدخل في حياتي، خلاص ما أبغى، واللي حاول بطرده، واللي يطق الباب بصك دون الباب، ومهما حاولوا الناس يظل هو حاط حاجز منيع يمنع أي علاقة أنها تقوم. وإذا في مصالح مشتركة يخليها محدودة جدا ويحدها ويحطها في ظروف كثير صعبة، بحيث أنه لا تستمر أي علاقة. فتخيل عندنا مستوى كبير من البشر أنهم يبغون يجذبون بدون سبب، بس أبغى علاقات، أبغى صديقات، أبغى أتعرف على ناس، أبغى يكون جوالي فيه 4000 رقم، يبغون علاقات بدون سبب، بدون لماذا، بدون نية. في المقابل الفئة اللي بعدهم اللي يقولك الله خير، ما احنا ناقصين، تعبنا مشاكل، تعبنا خلافات، تعبنا هواش، وتعبنا خيانات، مو مهم، ما نبغى، خلاص مسكرين الباب. والفئة الباقية الأقل هم المتوازين، اللي يقولك أنا أبغى علاقة للسبب الفلاني، أنا أبغى علاقة للنية الفلانية، أبغى علاقة لأجل شيء معين. هذول هم الفئة الأقل. لذلك غالبية البشر مو متزنين في جذب العلاقات، وبالتالي
هم اما انهم ما يقدرون يجذبون لانهم متعلقين بالفكرة، او انهم يجذبون غلط طوال الوقت، او انهم وهذا واضح في غالب الوقت انهم هم يكونون ضمن نوايا الاخرين. بمعنى ان يجون الفئة هذه القليلة اللي حاطين نوايا ومركزين، وهم يرتبون الحياة للبقية الضايعين اللي كل واحد منهم اخطر، اللي ما يبغى علاقات نهائيا واللي يبغى علاقات بأي شكل من الأشكال، يدخلون هذول عليهم ويدخلون ضمن نوايا اللي بالتزنين. لأن المتزنين يقولك أنا أبغى علاقة عشان تفيدني في البزنس، أبغى علاقة عاطفية، أبغى أتزوج، واضح الموضوع. أنا أبغى علاقة لهذا الهدف أو لهذا الغرض أو لهذه النية. فيجون المتزنين ويسيطرون على قصة جذب العلاقات، لكن غالبية قصص جذب العلاقات هي قصص فاشلة. هي قصص فاشلة لأنها تقوم على عدم اتزان، تقوم على عدم وجود نية، تقوم على فكرة سطحية أنه أنا أبغى علاقة، ما أعرف ليش، ما أعرف ليش أبغى علاقة. وفي الغالب مدام أنا أبغى أو ما أبغى بشدة، معناها أنا عندي قصة في الخلفية قاعدة تشتغل، قصة في الصندوق الأسود قاعدة تشتغل، وهذه القصة ما تنظفت. هذه القصة في الخلف كده ما تنظفت، قصة قبول، قصة خيانة، قصة جروح وألم من الآخرين، ما زالت فيها ألم وراء، فأنا ما قدرت أتخلص منها، فبالتالي هي الفلتر اللي دائما تخليني أجذب أو أرفض جذب العلاقات. طبعا كثير من السيدات أو الفتيات في عمر الزواج مشغولين أيضا بفكرة جذب شريك الحياة، أنه النية أوضح شوي، أوضح من أنه أنا أبغى صديقة، أوضح أنه أنا أبغى شريك حياة، أبغى أتزوج. النية أوضح، اللي هي أوضح لشوية كم شهر أو لشوية سنة، بس النية ما هي عميقة. بمعنى أنه لو سألت هذه السيدة أوكي حلو تجذبين، اتفقنا، عندك نية، ممتاز، تبغين تجذبين عشان الزواج، ماشي ماشي في الطريق الصحيح، طيب ليش تبغين تتزوجين؟ تلقى هنا إيش أغلب برضو الأشخاص يتساقطون، لأنهم برضو ما عندهم نية، ما عندهم عمق لهذه النية الابتدائية اللي حطوها لي أنا أبغى أتزوج. طيب ليش تبغى تتزوج؟ حاليا شوية بدأت فكرة جذب شريك الحياة شوية بدأت عند الشباب برضو، بس انها جديدة، يعني ما اخذت جو، بس بدأت جديد عند الشباب، بدأوا يفكرون طريقة اوكي انا ابغى اجذب برضو شريكة حياة، ابغى اجذب البنت اللي انا ابغاها، ابغى اجذب المواصفات المعينة. وطبعا دائما لما نكون في بداية أي شيء يكون غير متزن، يكون يعني خلنا نقول فيه تطرفات، فيه تصورات غير منطقية وغير واقعية، لما يأخذ وقت لما يتزن، زي ما كثير من السيدات مروا بهذه المرحلة وصار الموضوع أبسط أو أسهل عليهم.